اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بعد أنا ذو فرح سنة هاي داير يغني يرو دوني إنا يبرتان العلم الشرعي إنا يمانتا كسوق القلين دوردان لغو قبنا يوم قال أوليس مركو بعد سورة وادا لن يرى ذا وطن كا دين ما قده يدتشو كتمد إيو لن يرى ذا دي بدا كتمد وليبا سخاص محمد سورة وين إن شاء الله أرداد دي بدا كتمد ويستفر لنا بسوق لين مركو حد مدى الاهتمام العلم الشرعي وحاوي نادي أدبي هو إنت إن شاء الله تعالى دي الله لك الموضوع maadada aan ku qorahay dabcan waqtigeyga ma ahayn laakiin xogaa nidaamka xogaa isbedelay waxaa la yidhahdaa manhaju ahli sunnati waljamaaca fi lxukmi cala alaakhariin inta aan mawduuca iyo magaca ujeedada iyo danta laga leeyahay aanan dhihin waxaan rabaa inaan dhaho mar koowaad طلب العلم الشرعي وشيء مهم هو برشد علمي شرعي وحطو قرن إنسان أول ما خلق الله القلم وحوه ريا إله أبو روحوها قلم أول ما خلق الله القلم وحوه ريا الله أبو روحوها قلم دلالة كتصين يا قلمكم مهمة أولاهي وحبرشد ثانيا سورتنا أو القرآن كنا كمدة وحلو مع سورة القلم نون والقلم وما يسطرون أي وما يكتبون قلم كورد كورد أعمى يا يوحى أي قريسو أقلامت أي قريسو والطور وكتاب مسطور في رق منشور بل أول سورة أو النبي كسود يكتب حي سورة اقرأ هاي اقرأ كلمة اقرأ وحب تسرسها تعليم وحب تسرسها أقرأ ولبا أمر ولماذا قيب كبيرا وحين اللي في الكتاب وحين هي أمة اقرأ لا تقرأ وهذا صح أمة اقرأ لا تقرأ أمة دي إلهي كسودة شيء اقرأ ما أنتو حما أخذ أمة دي علمي إلهي اقرأ كسودة شيء أمة اقرأ لا تقرأ إن أنتاك بحنا وامدا ربا هنهاي علمي قيمه سوى حد قال إنسان مال ما ماها كبدا وحاخد بقى غريين نبي الله موسى سؤال بلا ودي وحالي من أعلم الناس ضدك يا أبو علمي بضل وحوي لأريا فعاتبه الله إلهي ما عرطون يلي كيري الدوم الدوم مضي إذا كميدا وهو مجمع البحرين لبب ضمالي إسكالي مالان شوقع يا كاقل من بضاكم وخضر مركز في السين كجاري كرا نبي من أنبياء الله بمرك الله شجعي علم إنه كم قنية هاي أيا وحب الله ما إنه السين كجاري كرا كيف الوصول سين كجاري كرا كدي بالله شحي كلون سوق هذا كلون كان دب أو طبق جل كدي من فوق هذا مكتر أم دمبيل أم أول كدي من وحاجرة كلونك إنه ديب النوران دون أو بده جري دون ماشي هسوي شو يعني كاتشيس حصار على الأرض إلى يوشع بن نون وكمذا أرض ذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ما البط أتى هذا السحلان نبي موسى إنه يسوق قبطي كدبنا كلونك بده أيوه قبل ويلو من ويك يركها صعد كيسي السعودية ما كي دارين قرآن صوت رامة سورة الكهف ما كي دارين أيو كيل أعتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا في القرد كان وكلوك مركز القهر أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوض وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ السبيل إلى أخره نبي الله موسى مركب حويري كاس ذلك متك الشيء سماش وكل مي ووحن الرادين إني فارتد على آثارهما
qasasan raadkoodii bay marka ay ku soo noqday ila qur'aanku ka sheegay fawajada abdan min ibadina aataynahu raxmatan min cindina wacallamnahu min ladunna cilma qisadii halkaas waxaa ka bilow marka rixlatu talabi lcilm yacni cilmiga iyo talabkiisa halkaasay ka bilaabatay waxaan idiin dirayaa si khaasa waxaan si goore idinku dirayaa أن تقرأوا هذه القصة قصة إلى الأخذان وقصة ذي وقصة موسى مع خضر نبي موسى إيا الرحلة دي نبي جاء نبي رحلة موسى إيا الرحلة دي إيا صفر كيسو ووحى رئيستي نبي الله خضر إيا علم وإنو يهي وحب البضر وأن سهل لين وحبوص الختيمة يا نشاعر هو قبياء soo aruuriyay qofka doonaya in uu cilmiga barto shan arrimood uu sheegay soo dhawaaki bisalmaahi wuxuu yidhi akhi lan tanaala alcilma ila bisittati cilmiga lix arrimood ubaad ku baran kartaa yaa raba cilmi inuu barto qofka doonaya cilmi inuu barto lixdaa arrimood ayuu qabanaya أخي لن ترى إلا بستة سأنبيكها عن تفصيلها ببياني ومقرر إن إيجا يدريسو ذكاء دق محمد أول قلب أول ريورتا وإنو إيها قف التون كلامها يضغى وحبرتا نين كستوى وحبرتا وذك وأنا أعلم بضيعا نين كستوى وحبرتا وذك وأنا أعلم بضيعا ذكاء وأنا أعلم بضيعا قلبك الله بالحيل وحرص دلال لماذا؟ هبينك لما كل يوم إلى وحبة الصبح إلى مرش قيمة يصح معها مركب وحبين ذكاء قلبك الله محي دلال حرص ولدلال بالعصاب والذين جاهدوا فينا ها لنهدينهم سبلنا أريد لابد من جد وجد خفك الدلال وهلا وحرم ومن زرع حصد قفك بير أمرتين وحكوب بيرتين كقصة قولك الله ونحوها دلال كيف ونحوها ذكاء رحولي ذكاء وحرص كده رحولي واجتهاد ذكاء وحرص حرص ومركة ودلال واجتهاد نوع النفط ماش قدام بيس إلا بحس دلال كماش قدام إلا بحس وحالي لذا كهربا حويا ذكاء حرص وحويا وحارطة إلا بحبرت وأن يدي واجتهاد نوع شقالي صدحا وهو حمنه إذا ما صدح هذا ذكاء وحرص وهمة وإن الهيصاء إيو إن الشقالي قبط البناكات واجتهاد وبلغة بلغة وإن الهيصاء منتظر من هاي طفقة عجيسا علمك ما في كرام طفقة عجيسا وحور هذه وحو لهم تماري لها إنت أزور هذه مركة وبلغة طفقة وإن هي طفق إيش طفق منتهز إذا ماذا مرنا ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وإلى المعلم الله صاحبته الشيخ أبو حكبرته وإلى الليلة وصحبة أستاذ وصحبة أستاذ وإلى الليلة هي المعلم أما الشيخ أبو ليبا صاحب لغته مستند ربته قرط على ربطه وقت على ربطه ويدين قرط أركب قبع حكب حي سأرى في الدرنو محال إلى هذا علم بها ربعين أمبرطه لكن شيخ يوم يعيد شيخ يوم على يوتيوب شيخ يوم على إلى هذا فيسبوك شيخ يوم على إلى هذا إيكا شيخ جوجل بس وشيخ الأول أكثر بعطي الدرق أنا مقطوعة إن شانئك هو الأكثر بركان مترو لما الشيخ لا يقف وشيخ الآن لها لها نبي محمد با شيخ الآن وحبر لها صلى الله عليه وآله وسلم لأن محمد وحبر لك جبريل بالله صوته يا صار جبريل بالرسول ذكاء وحس واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان وطول زمان وإلى ضحك لقولين ما والله بيش مثلا محبرنا طول زمان علم وحبرك من المحبرة إلى المقبرة مركع دلطو هو يلا يقوق عدو الحال إلى إيكا مركع يلا حور كالي إلى ذاك وقادو
إلى أن قبرك قشوا علمك وصعوية من المحبرة إلى المقبرة أو من المهدي إلى اللحد من المهدي إلى اللحد ما كان دعطوا هيا لقى بالله إلى أن قبرك قشوا أنت قلت حيسا متر قفتها وفوق كل ذي علم عليم نينك سوء علمي بضل نينك عمر بضل متر قفتها يا مرك علمي أنا دمي سوء دواء هذا مرة بضل المقدمة هي هربا ولذلك علمي لم كنت ذلك وقف دول علمي نبرتو أخي لن تنال علم إلا بستة سأنبيكها عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان كتاب كذا تعليم وتعلم أخي كتاب قيمة بدن كتاب قيمة بدن تعليم وتعلم كتاب ليلى تعليم وتعلم أخي كتاب لحلية طالب العلم لشيخ بكر المزي رحمة الله عليه حلية طالب العلم في رحوبه قرحبة حلية هو من ينشأ في الحلية حلية واحد دور بسوق الحيان بعدها والذهب إيه وإحنا مين مك وحبي هي شيخ بكر بن زيد حلية طالب العلم قروح ذا هي باللذة هي شرفتة نك علم يا طالب يا بكر بن زيد بأسكال الأكشر في مين بصيف على شرح صيف على كتاب رواهي وهذا آخر ذا منظومة اللي هذا منظومة أبي إسحاق البيري ومنظومة بقول يلو يتوم يتكوم تفوت فؤادك الأيام فتن هكذا قبل أبتها ويل أطلب من أول شكينا يا أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إلى آخره ومنظمة أهل معان إلا أكره وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت علمه توقع مبغيس توقع مبغيس علمك طبعت قادي دي سنوة اللي قلت من الله ماشي المريض أدوكا وكل مريا من قلب هي تصدق لا أخذ فيه ولذلك نم بابو صباح حيني كنت قوت يتوه صباح كسو بيك وحوض كسو مسكين بانا وذات بانا فتو باوتا وفتو الله ليك بيه كتبتا وروحوا لي علمي ما كبرتا علمي يوم حدو حفظي وذي كله لقاب الله ومالينتا تو قاسا يوعدي بي تو قاسا ومالينتا يوعدي لقب الله إن أنا يخذوا الحكمة من أفواه المجارين بني تدخل الوارن مرمر بكلمة في عقوها الله أنا كقعت كلمة في عقل حتى نيك هو الحكمة بقوها الله سيدو كلا توق حكمة بقوها ذي كرام مريك غربون ما أنت على قب الله وحاد اعتمادي ويحفظ ذيك إنا وحفظ ذيك ولذلك على هذا الحين ما كتب قرى وما حفظ فرى لا بد قفوا وحقروا قريتان هو شيء مهم هذا ضد حاتي المتعلمين أو الجامعات هي تكسيسر مركا وإن أي كلمة كاستوحاج لو إحنا الترجمة الفورية الترجمة الفورية وما هي معلمكو أما أستاذكو أما الشيخكو أما مدرسكو مركو هاليو أري والبقو كو هذا غير هركي قري كرتو ولا مسكين مات أري والبقو غير هركي قري كرتو وحالي الترجمة الفورية لي هذا مركا غير هركي قري كرتو طبعا وعلم لابرتو الترجمة الفورية كتاب كاس ليلى ذو محاولها أبو إسحاق البير قيمة بدن الدنيا أبي هذا كحصة وحاكم إذا مركو إسبر بردي الدنيا ذا العلم يا برشاد وحاكم إذا إنه يي لإن جلس الغني لإن رفع الغني لواء مال لأنت أذي أنا محاسب إزاي لواء علمك قد رفعتها دونك بقر إنك حراها لأدو دكامة وأوينه بالكوة كلي على مصره هذا نفتها علمي علمك علمي ساكوتين لإن جلس الغني على الحشايا لإن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست نك بقر نك حراها لدو كفر يستو محارنها بابور راح بضن قبو لكل أذي قلت حدي قطو فرده انت إن شاء الله هو مقدمة يهربا أما منظومة الليذين قلديين أما الليذين قلشيين وموضوع أبلاً كموضوع لكن أباهن هدي له صورة ويوحونا كفعل كرر
موضوع وحال إلى منهج مرعى كرة خلاف كرة منهج أهل السنة والجماعة في الحكم على الآخرين وحرم مكور إلى الفهمتان لبضعس مرعى إلى المعدي الساعة بره بقاتان منهج ووضع أو الطريق منهج منهاجا شرعة ومنهاجا قرآن شرعة ومنهاج منهاج فمرك ووضع ووضعك بقارسين إيسا يعني ماشى أدو أثرتي حقاً رطبك وضعه ماشى أردو بقارسين إيسا منهاج ليلة مرك وضع أنك ورمين ووضع يا مرك ومنهج أهل السنة أهل السنة أهل السنة والجماعة واللقب أمام مرع أي لا هاي الفرقة الناجية كوحدة بالبالي تونتا مالي تأخر كوحدة بالبالي تونتا مالي تقيامة وحرم مرعي الله اللي يقال محاكم إذا مرعي الله أهل السنة والجماعة محاكم لو كم إذا الفرقة الناجية نوالح وفرقة بالباليس الناجية من عذاب الله الناجية من الفتن في الدنيا الدنيا لو حكب البائسة في النار آخر عذابك ما قالت الفرقة إيش الناجية وحاكروا إلى الطائفة المنصورة الطائفة المنصورة وكوحد اللو قرقاري اللوهي لي وكوحد الإلهي اللو قرقاري دور أعداد الله سبحانه وتعالى وحال إلى الطائفة إيش المنصورة وحاكروا لها أهل الحديث أهل الحديث تبقى الحديث كا علمي الحديث كإلهي سبحانه كبت بالي كوارا وحال إلى أهل الحديث حال إلى الحديث كواح وقدر أهل بدع مجرم وحاكروا لي لهذا أهل الأثر وقوة راعة وضد النبي صلى الله عليه وسلم أراد مراعان يعني عقوشة ضدها مراعان الناس كي راعان الناس كي راعان قرآن كي سنة راعان لكن مراعان هبل المحيري هبل وحيكون ميزامان رأيي يسا قرآن كي سنة قرآن كي سنة كمان ميزامان معي فيري سيدي سبا رأيه موحود دو الصعودة الشرعية مثل الشرعية رأيه دو الصعودة يعني جوابك يعني جوابك هاي رأيه موحود دو الصعودة شرعية صباها أهل الأثر بارها مرك كوك المغالي عقلاني مرك ذاتك عقلي قوضة كوه المرنة ينسك يا مرك دو حجر ترى رأيه العقل لا يقبل عقلي قوحة بقو قرانيو سولو هذا العقل لا يقبل عقلانيين بعدها عقلانيين ولذلك ذاتك عقلانيين تي عقلك كهر مرينا يا سيدي ابن عربي تاريخ ربي صومر ابن عربي ابن السيناء ايده محل ذيك من النفيس ايده امام الحرمين الجويني ايده مركب قدام ايوا كل وجه نهاية اقدام العقول عقاله كرر اللغة هذه حولها مسائل عدد أنا نريد تفصيل كذا هذا الحوائد إن شاء الله نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وآخر دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال لأنه حين كل ميان هبل وحجري هبل وحجري بكل ميان نص ما أين كل منين نص ما أين كل منين سكر لما يقولوا إنجليزي كانت مدبع وسطينة كسوة غير قلال عبدوهاب هدي أضرب على سوقي جيد طيب سواء جمعنا فيه قيل وقالوا سأدر هذا المحروب أنه أهل الأثر بالي جدا هذا ما يقوم رعبا يقول شيء أهل السنة والجماعة أهل الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل الحديث أهل الأثر إذن إنت أسأل لقب أمام مقعب إليهين تتكبت بادي دور مالك تقيامه سأدر هذا الروح أنك أرمانهم
ضدك أن ينشل المنهج كذي ما كان لنا مرة منهج إيش أهل السنة محلو مرة عن أهل السنة لأنهم تمسكوا بالكتاب وصحيح السنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة لأنه حقيقة بصدين أولين حقيقة بصدين حقيقة بصدين مطحنا جوز كميتك أول ضبعي عم ترى سيئة ده هيدي بكمارك فرشة ميكل وين جوزة ألقية جوزة ببنية ولذلك أنا قلت تمسكوا عضوا عليها أي بالنواجذ وهم يتكلم جوزة أبو غفص صلى مركا إلهي نسوح محولي أبو بكر ابن أبي داود ابن سليمان ابن أشعث السجستاني كتاب كيسة إلى الحقيقة يقول تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح انظر علم تمسك قبصرك إذا هؤلاء تمسكوا وحي قبصرين السنة ده مبين حي قبصرين أهل السنة أهل السنة ولذلك عليكم بالحديث حديثكم وامهين حديثكم وامهين كوكرا صار طريقة سهلة صنمت يا صحيحينك يا كتبتك لك دمس حدثنا أخبرنا أنبأنا الله أكبر سلسلة ذهبية سنة كبيرة صوت حظ خلاص حدثني فلان قال أخبر أنبأني فلان قال وحاويان وأهل بدعة وحضروا ما بدعة ولذلك إيه أقلالة حديث كليلة أين الله أحد العلماء مركو شرح يحولي ومن أجهل جهلا وأسخف عقلا وأضل سبيلا ممن يقول إنه لا يجوز أن يقال أين الله بعد تصريح صاحب الشريعة بقوله أين الله أهل بدعة وقدر المرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم والجماعة جماعة الحقيقة الرافية لأنه حاولان وحيكون كل من كتاب القرآن كأي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فطر انت هو المنهج أهل السنة والجماعة مع الهدو طيب في الحكم على الآخرين مرحبا موضوعا كأي روام حي ضدك تلمامة هالي ضدك كسو ورشيدة سيبو حكمان وكاد درسيين درسيين الروائين الفاتحة وحاوي يعوانك واسروح له وحاوي ضدك هذا أنصور شاقني الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية أهل الحديث أهل الأثر عدة كسور جديد مخالف كأ سلي وحكمان ضوابط بلد ملك الحكومة يعني قف كسور جديد يعني قف كسور جديد عقيدة أهل كسور جديد بدعاكم دعاي سلي وحكمان سلي وحكمان حكم كيسار وامح من نوم وربوح وربوس كسر ما يمسه وحيله ذا هاي يا وحيله ذا هاي نظام أمر وتدرس جن وامدة رسالة المركز صدر الإنسان العلامة الفقيه صالح محمد بن الحيدان حفظه الله وبضل كذكر لكن بضل قيم تيد وبضل لكن كي هواصدر وقد أود ما يسد صور بتان وقد أود ما يسد وحقوق قرن مسادير تاء باكا كباركات وقد أود ما يسد المسادر ماشي قطعه وحدو يلا وحد موضوع عن مكة دونس إلى بارنو وحدو أولا قريسا كو منهج أهل السنة والجماعة في الحكم على الآخرين وأوليه شيخا لحيدان وعرش عالم سعودي ومن كبار هيئة العلماء في السعودية كجرة وهذا نوع وحدو أذكرنا لنساء منهج أهل السنة في النقد والحكم على الآخرين هشام بن إسماعيل هشام بن إسماعيل مركا أصدر السنة الأسلام هذا الكتاب أصدر وحالي لذا منهج أهل السنة في النقد نقدي وحاولي هو إن وحلا يشيغو عند أهل السنة والجماعة خلاف سنة وحكشيغو هذا إلا يشيغو حكم كذا أيو أصدر الكتاب كذلك كتاب أود أن الحكم على الناس يجب أن يكون بعلم وعدل دكتور محمد يسري والشيخ أسجل المصري وهو النوم وآل وقيم البدن حفظه الله تعالى ورقاه وحاب كقر من صفحة الغورس دي بقول لغض مركب تاوى المسادير وكتاب مركب رمضون مهربنا ينتصر وحاسوك المجي مسكين كان الله الضيب
سيدنا مجمع القرآن ماشي صار نجيب ورغد الكوبات ورغد الكوبات وحاد كرده هذا وطان إن الله اللي وحم ديو نبي قال وصل ليو صلى الله عليه وآله وسلم أيضا قيمت هرئات كرده هذا إن شاء الله تعالى دير إليه ونوغا هيدود وحصوا برتباتيين سادة رادة مركي سيدنا وكان خلوه خلاصين ايو وحاويا خلاصين وينو قف الله سبحانه كارو كربا ما يشبك الله مركا فعلا الله يلقاني كان قدودين حتى يستعان وقفكو مصن كارو كربا ما يشبك هاسي ويشار ايو أما البعض هو بعض الذين تكدم بيسا وحوري الشيخ أدار ارتان فإن الله عز وجل أرسل محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى والنور وجعل حوله رجالا آمنوا بالله وجاهدوا في سبيل الله وحملوا هذا النور الذي أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبلغوا لعباده فكانوا خير القرون في هذه الأمة كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شيخ حليه إله سبحانه وتعالى نبي محمد بن صدر الصحيح نبي محمد محور لصدر هارون يفتين والله صدر هارون يفتين إلهي النبي محمد وحقوية ليحرك رمي ربي قد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يا صعبتك رب رك ربي قد رميو إلهي دين تسوس وجهادي نور كان كحن باري إلهي ونبي محمد كسر دجي صلى الله عليه وآله وسلم كدمنا وحي قارسيين محي الضوماني كلي قارسيين بلغوا لعبادي الضوماني إلهي من قارسيين سبحانه وتعالى سيدا درادة محيم متنين النغضان فكانوا خير أمة يا وحي النغضان القرون المفضلة صدح ذا قرن قرون إلهي أبوري صدح ذا قرن أوفض بضم بمركة النغضان صدح ذا كي أوفض بضم قرن صحابة الذين جعلوا حوله الذين آمنوا بالله كوا صحابة أوخير بضم إلى أوخير بذين المحاضرين لها قرآن سؤالكم أمان والسابقون المهاجرون مثلا السابقون الأولون رضي الله عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم قرآنك أنت إلهك أمان الصحابة المهاجرين الأنصار لا تعد ولا تحصى لمك ولكرم إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحابة الإيداية والظاهي من إذنك إذن كمذا نين إذنك إذن كمذا بورتان بوره وين قولي تضبط دماغ أو الدهب أدو بحيو مرد أنه صحابة إذا ميت كمذا يعني لفتمر لما اللي هو قيبي قيب كمذا ومرك أو بحي والله يا نعمين أبدا صدر عنده حيري لا تصبوا أصحابي أصحابتي لها يا عائنا أي نبي إليه صلى الله عليه وسلم خير القرون المفضلة وحكم ذا حديثي خير الناس قرنين ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم سؤال حدام قولوا كور هتفتح هل أنت سلفي هل أنت سلفي كيف يا كي جواب كرسو عشاء حدام قولوا هل أنت سلفي أنا سلفي مطهن ما عاد يجب حضي قطع يا كي جواب كرسو قلت كنت ردويز أصوم هاي يا قبل ما قعدت هاي فضلي فضل هذا فضلي جيد نعم فضل فضل نعم سبب أغرى عضو طيب ثانيا كلمة السلف ووحي هراء التنوي إلى صرف كلمة سلف لكن مركز لنا أنا سلفي وأن يأرى عدنس يأرى سياء النسبة الله وألو يلي أنا دنماركي مثلا سويدي نرويجي مصري صومالي سعودي حكاية كتير سنتين مركب حول يأو نسمة تتكبر خارب أهو أعرى ليه أنا سلفي بمعنى أنتمي
إلى سلف هذه الأمة أنا وحان ربا إلى راعه وضلي أي راعين وضلي أي راعين صدح لي قرني إبوه ريسي إذا ما رحنا على قفي اليوم دام وضل وضيها اليوم أنا سلفي صلى الله عليه لكن أنا السلفي ما رحنا الله ما هنا القوحطة لا يقالوا أن أنت ويا السلفيين والله حمد حبك بالجراتس أنا السلفي ما رحنا الله وإلى الله من هجك أربو أنا من هجك الرعاية لكن هذا تقوض هبل يهبل يهبل يكوح معين واستقامة وحبك بالجراتة وحركاتك عادية جروي وحكي الجراتة بالجراتة ما نفهم يا ورقة هذا الشيء قولك وقضب مهمة وعين صدح داخل نبا مركة أو خير بدل هذا سورة بتان وغدل ثم جاء بعض القرون المفضلة صدر طلبات قيد طلبات ثم جاء بعد القرون المفضلة أو القرنين قرن الصحابة وقرن التابعين أناس يتجرؤون في التضليل والتفسيق والتكفير فتسدى لهم حملة النور الإلهي حفاظ السنة النبوية ورسم لنا المنهج منهج أهل السنة والجماعة أنهم لم يحكموا على أحد إلا بعلم فمن عمل عمل يدل على كفر حكموا عليه بعلم وهناك أعمال تكون دائرة بين تكفير وتضليل فكلما دار الأمر بين حالين فإن أهل السنة والجماعة يحملونه على الأحوط والاعتياط للذمة صدح لي قرني وأنا إذا كسبت صدح لا قرني وصدح قرني أفضل وضعه ولا بد إن صدح لا قرني منهجا وعقيدة وسلوكا وأخلاقا إلى أن تصلك يدها ما خص الله سلوه فهمين وين أفهم اعتقاد كذا وين قارنا كذب وشاب حقوقي صدح لا قرني كذب وحايمي أناس يتجرؤون في التضليل والتفسيق والتكفير ضد كل رنية إلى يقف كسيس سهل وأهم بالبات مرتبات قلبات فاسق بات مجرم بات كراس لعب يوبيا وغني درت وبعد محال إلى كان القرون المفضلة صدح ذا قرن قداش وذو شرح عوري وحان قداش وذي من أناس يتجرؤون في التضليل والتفسيق والتكفير كل رنية إن أي سلي دوران مركاسي أي وحي حكومة سؤال ضدك النوع عسى ياك هرتلي كرا ياك جواب كرا سؤال شاس هذه لها لي أناس يتسرعون ضد أدر دقية ويتجرؤون ويتبجحون ضد أدر دقية إن يقفك دوران تفسيقيان تفسيق فاسفة كوضا تضليليان بدء باتها كوضا تكفيريان قال ما تاك والله اوكي اريد اسال فهمتان اريد اسال فهمتان اناس يتجرؤون في التضليل والتفسيق والتكفير تلك سيد يا ايه جواب يا سؤال شو رايزه هدار ارغنو دت كاسي ودك دك يا انت سيدا محالك جورتيكا فكري يا محالك جورتيكا اركتي محالك جورتيكا وسؤال سؤال شو رايزه أركتذني محاكا بلنكر النتيجة أركتذني إلا هلا ضد وحي دونان أيها وحي ميزان إيا السلف كيسي وحو ميزان كيران أنه ميزان هذه لها لأناس يتجرؤون في التضليل والتفسيق والتكفير سؤال شبارك الله باني نعبك كورنت محالا لقوه ارتقي يا كوه ارتقي يا كوه ارتقي لابو حاكا دلانكا هدا لغورتي يا حرا وركي ناسي هيا در تفضلي وحا وحا كدلان ترى ما بين عيلها دوت كاتس هذه نتيجه خير الله سي قبل نتيجه هي حصاتك حصاد وحا لغا قرون كرو وحاي نوقتي معي معنا ورزه تخريب في الارض إن نورك الله خربه إن علماء الإيجو ذا لبرنا يستو إن شعبك الإيجو ذي لبرنا يستو سوص اسمع قف والبقف كأدوره إنه إنتو تفسيقين ديرو إن علماء
لمتركت أيضا هكوم سلس جوسي فكر كالتيجة يسوحو كيري فكر كهذا شيء أناس يتجرؤون في التكفير والتفسيق والتضليل بدون ضوابط أصبع وحلو إلى أن يجري وحي كانتي انتي اللي قسوا تريدتك عامدها إما تغالى علماء يوروا سلسل هذه وحصادوا إيش هذا الفكر عاش قبلنا كذا جوابتي جزا الله خيرا وزادها الله علما وحكمة لكن يا كذا جواب كرات عاش قيمت هذا هوري دائما ولش قبلها وحنا أنا قبلها في الفرعون س مركي سامع كان غلون طلاب بحنا يوم وحرها قبلها يوم ولش دائما قبلها حقا في الفرعون ولش حقا حقا دينه خراب كده أيوم مرة بالليل هيا هاي ومسؤولية يا فكر يا كورتيكا باختصار هاي كامر ماني تطرق هاي ها أصحاب المنهج ماذا فهمتم؟ أصحاب المنهج السليم الصحيح المستقيم منهج كان ضد كان يغلب بكورتيكا عدك لو كورتيكا طلبات محالة كورتيكا وحالة كورتيكا محاي قواعد أي علماء أي نجيم أول نجيم موضوع عم بلقيه تيجا أرجو مسألة راسك حريقة ومسألة واضحة ومسألة مهمة ومسألة ضوابط إذا إسكال إلا فهمون سادة رضي الشيخ حيري ورسم لنا المنهج منهج للسنة والجماعة أنهم لا يحكمون على أحد إلا بعلمه في ريا شيخ لو قدرك كيرينا وصور تقل مسألة اللي إلى هذا قرم أيا قف كدين تلقى ساري كرا شروطي أيا دين تقف كالوغة ساري كرا يا كساري كرا أو حقل سؤال هو وين طلاب العلم وإلى يفهمان لا بد إلى تهي سؤال هو حوي قرم أيا قف كدين تلقى ساري كرا محاسا لقى ساري كرا يا سك ساري كرا أو حقل لو صدح لها السؤال الآن جوابتي إذا الصح لأهل إلهين ما تماشى نقرني ما أنا قالين بالاختصار سألوك ورهدروا لهم وحاربا إنا إيش كريدو وأنت المامو هرت التكفير حق لله ولرسوله هرت إيوح لجالسي يقران كتالا سنة إلى كتالا إنو قف بصلاك بيكو وقف قالوا بيكو ودك ما من كتاب فقهي إلا وله كتاب الردة متجر كتاب فقهي إلا كتاب الردة كتاب إلى بيالة وما من كتاب ألف في العقيدة كتاب عقيدة لا يألف إلى متجر إلا وحاكو يا ألم عي قفكني سيدا محال إلى ذلك باب الردة وكتاب الردة وهم وقف محكاك بحكرة إيو نواقض لا إله إلا الله لا إله إلا الله محال برية ما هي سكوبرتا إذن إن وقفك إسلام ككبه كرو وحاول يعني ومسأله القرآن كإلهي رسولك سبحانه سبحانه وتعالى هذا وامد قلب كلابات أمر بينا أنه حاولي إسلامك وحقوب راسي ويسلوبرت قلب كمان ربا إنسان لو فهم إسلامك وحقوب ركرا والإسلامك أغبه كرتا سيدا أي ويسدك أغبه كرتا وإذا ويسدك أغبه كرتا موحدك بامي إنه ويسكى عجب تبوح على الضباء ما يقفض فكذلك إن وقفك إسلام لماذا كبحنا وحاول أساسك أي أبدونه لماذا؟ لأن وقفك إسلام كحوك ربح يواصده من؟ وحوكوها الله وحالي لذا قول وحو السمايلي وحالي لذا فعل وهو اعتقادي او قلبك قشدي وحالي هذا اعتقاد هنا وحكى صباحيا باب لغايه من الرؤيه ما دول الى تعريف اهل السنه والجماعه في الايمان سيده مساله الايمان مساله الايمان محله قيحه صباحياس محله قيحه بمعنى محله تعريفيا محله شيغا محله نكون كرا وكا عقيدة يعني مسألة الإيمان ولذلك بحال الإيمان وقول باللسان وقول نطق باللسان وعمل
بالأركان واعتقاد في القلب. قلب جوه حكوت شراء مرك قف جوه حلايا بينه واعتقاد الإسلام كجبه وحلايا بينه هذا كبه كله أفكر حلايا بينه فعل وسمعه قف مرك الإسلام كبه كرواصل تقال تسوى وح مسألة وين اللي فهم مرك علينا هيسيد هسي لا بقرا ينفكر كذا ما تقالني وجاد هذا فكر وحال إلى هذا فكر الخوارج والمعتزلة فكر وحال إلى هذا فكر الخوارج والمعتزلة فكر وحال فكر الجهمي فكر الجهم لبدا فكر أنت لا تقالني أي أحد وحال إلي منهج كان هذا المغرين وآه منهج أهل السنة والجماعة قرضوا لما هي هيئة الخوارج مسألة الإيمان مركا لقاها الضيو خوارجت وفرقة قديمة وعلي بن أبي طالب ولد قال لمي ووقت لأننا كسوا بحضي مصر تضبط ميدي لبهجر جماعة الهجرة والتكفير جماعة الهجرة والتكفير كدمنا أسره بذبتي جزائر سيا شميلي كدمنا عالم كورا كفافتي هذا دي بشتاس كفرطانا واكهم سهو في عمال طيب منهج أهل السنة والجماعة قرضا هرتوا أهل الدين وحالي لذا الخوارج محي مسألة الإيمان جسيلا سربانة المعرض وحي آمسيهين أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص إيمانكم ما بطء ما يرى حصل بعد ذلك إيمانكم ما بطء ما يرى وحل إيمانكم ما رب وينو فول هذا إيمانك هو هكا وينو جوغا هذا المعصي قشو أو كبيرا من الكبائر أبقشو أو أديكم كتوبة كيرين أب كل ما تو فأنت خالد مخلد في النار أنا مجرد إلى خلد على الحي مع طيب قلبت قف كزيني استأكت الواقع قف كخمرة عبات الواقع قف كالرباع من عبات الواقع معتزلة وحية وحية منزلة بين المنزلتين لكن كلام فارغ قوي بس هو دوي عليك خوارجته إيمانك وحية مركب ما نزيد ما نصغاب أيه أنا وحاجة منها إيمانكم زيادة طيب إيمانكم زيادة محوكم زيادة بالطاعات الإيمان يزيد بالطاعات محوكم نسخة بالمعصية ملغو قالوا با هاي ماذا لن هذا مستهل حوكين ويريا لا أما نعم وهناك اختلاف بين العلماء والفقهاء وطلبة العلم الخلاف قفوا هدئوا حناكم دعوا عندك كما هضي عند الخوارج وعند المعتزلة ما قالوا بياها مي مطلقا شرطكم أحد نو وزمي استنقوني وركينو معدو اي عداية وحي سؤاشي هو عداية قف كل عزينو اما خمر عبا اما قف مسلم حق در ادرا اما الرباعنا محاكا نسان تهيبا قولي ما انو قال يهي بس انو مسلم يهي ميسا شرط ما كحرن وح شرط ما كحرن هيا لير طوبات الله يا الله انو كل انتهى ربا سنة تبثين هذا هو كما هذا يقف قال بوش ادو هذا طوبات كانوا هو مستو بيكاس هذي ليلة لان هذا بيكاس وقال احنا قال لك هذي ليلة لان هذا صوب مسلم انا وانيس قف كدم بكتوبات كيا وركيس حقا لك كما توبات كينا وكل انتهي ها ها ايد علي هذا وحشيين ها يا جواب مجلس اي اي شخ مقعدر نكاس مارتا نكاس الودعي حسن مقعدر كتبين
يا سلام يا سلام دمك مسكين يا فقالوا عمري ساسوي ولذلك أقول في رسالة مس حتى هالكلمة قال قرمانت شيء مع الصلاة أهل السنة والجماعة أكثر اللي ما قالوا إلا إذا استحل إلا إنه حرش المويه قف وحولي خبرني سكدة رجاس لي من الذي حرمه حرام عندي وروي من دورا يدهم على طول بلوج على سينيا مسي شروط بلا وروي من دورا لكن سيدا وصلت شيء حسن جزا الله خيرا وبارك الله فيه وجزاك الله خيرا وفتعلوا محارق قلبه علم الله وفره وحاول إلا إذا استحل إلا إنه حاشا معاني حاشا بيع هذه مطلقا قف مسلم وإلا مرجية موانزا تاس وقضب قضب كلابا وحال إلى المرجع نمك المرجع أنا اللي إلى هذا أنت نايا وحقرني المرجع ترى قبائل في الصومالي وقبيلة صومالي وقبيلة يا صومالي وقبيلة وقبيلة كيف المرجع قبيل ما وفكر قبيل ما يا وام عاي وفكر قبيل ما فكر يا واحد كرم يا فكر الخوارج المرجئة هذا قفنا طول لا 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 يرجع هذا قليل بس ولو لم يعمل قط ولذي ما يوصل السمين بمحل على الله من قال لا إله إلا الله خلاص دخل الجنة وحقول إيماني كإيمان جبريل وميكائيل يا الإيمان عين بلاي جبريل يوم ميكائيل إيماني كإيمان أبي بكر وعمر ولذلك لبضى فكر إخطر كأب محاولة هي منهج أهل السنة والجماعة صاحب الحقيقة والإمام يقول ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضحه ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته يرمى وفي الوزن يرجع ودع آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدع إذا بعت قد الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح خوارج عقيدة ذو إسكا إلالي بالاختصار مرجئة ذو عقيدة ذو إسكا إلالي وما محمد رواه كو يلي لا إله إلا الله قفك مربها إيمان جندي سوامحي وعلى طول إيا بيتك يلي قفك معصب الدعاء وهي على طول بكال قالوا يا أهل السنة والجماعة محينهان وحينهان إيمان فطاع كزيادة حولك كوبية قول وفعل واعتقاد أيك كوبية هي وبالتالي ذلك أهل المعاصي ذا هذين أيوة تربيت كين الإنتان محي كجر المحي مشيئة الله محي كجر المحي مشيئة الله أي كجر سبحانه وتعالى إن شاء عذبهم بعدله إن شاء عذبهم بعدله وإن شاء غفر لهم برحمته هدوده وعذابي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أين تسمجد أهيض أسوأ أهيض قوي سورة النساء إلهي مرأة فقف قال لما كنت انتي إن الشرك لظلم عظيم ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق قال لما قف قلت الجنة وكحرم لكن وحي قال لما كسر في محالي مشي أضي له ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وحاس له المسلم يا سلام إيمان قيتك وماذا قلت التعريف كإيمان ويسأل فهمنا ثم
قف وهدوء قال لي ما كله عو حرب أنا لا بقى أصدق عليك فرق بين القول وقائله فرق بين القول وقائله فرق بقول حياة قفك هذا الكن كسب حي هذا الكأي قفك أنت زرانه سجل لها ليس بالضرورة ضرورة كسر معها قف كستور هذا القال ما أبو هذا قال أنت أيها صيغة حركة كسر معها قف كستور هذا القال ما أما فعل القال ما اسمه إنه هي إنه قال لي كسر معها مسائل كذا إيه علوم كذا يا ماشي كذا أنا يسأل إلى هذا تحقيق الشروط وانتفاء الموانع وما يشرح هذا وشرح ما تعال وراح أبدا مهمنا لكن لعل إلى وقته المحل الذي كان وكوبي هي بس الصورة تقال ولدك وحراه وإيجر باباقة يا عمر كم يعني صور ويانسة مسوين شو شيء في الصدر إن شاء الله حاضر وحنا بقى وكلية تضيع قراطه صدح دقيقة تضيع قراطه أنت نسوس الله بني أمانة كلاتين مرك موضوع عن درس انتيسو أطلع شيء إنه منهج أهل السنة والجماعة في الحكم على الآخرين مهمتي سؤالين وحيمان يسا إن الدراسيو مرك دار تضط كسيء أبو ليرنيهين إن إيمان تضط حكومة هم الواء مبتدع ويفرط كان مثلا لحد اليوم وقف كمنهج أهل السنة والجماعة اللي وسوا عليه وقضى سيوك رضوك حلوب بهاي قواعد مهمة أو ميزان النقضة شيء ميزان النقضة إلا سيئ لكن ما قد ما يسوى النقضة أي الحوالة وحكة المامة يلا تعرف بعيدا أنه قف كستقو قال لما كنت عي قسم عينه قالوا اللهم هي اللهم أنت يعني ما يصير كالحديث كان نكي توبات كيرية هشو كارون تي نيف الجيرة كدي منوي خلاص وقت ما نسا غير الله ما أنت أحسنت سمعني الله ما أنت عبدي وأنا ربك وحول إلهي وأدو أدور كيوات أنا أقول إلهي اللي بعمل نبي قال إذا أخطأ من شدة الفرح الوعد الداري مركب حي ما أدور واحد لتحقيق الشروط شروط الرب إلا هلا مركب أفكر قال لي ما أقول حي الله وقال شروط باكرس كيسات إيه وانتفاع الموانع حيال الدولة يقلوا ديو شروطنا واح الربين لقيتهم موانعنا وواح إلو ديو لدولة يو كمقدمة إيه مدخل أيو درسي وراءها إن شاء الله درسي وصوصة أيام حقا علاشة تقلنا وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم.